كابتن اسامه الف مبروك، فوز زي ما قال كابتن علاء مهم وكان مطلوب للانفراد بصداره الدوري. اه طبعا الفوز في حد ذاته بصرف النظر عن الاداء حاجه كويسه، انك حققت حاجه من الحاجتين اللي بتلعب عليهم، النتيجه والاداء. أيوة. ما ادتش باداء كويس النهارده، معظم اللعيبه مش في حاله جيده، لا على مستوى اللعب الفردي ولا الجماعي، يعني فرديا حتى اللعيبه مش في حالتها او جماعيا، لكن قدرت بخبره النادي الاهلي وكورتين قدرت تخلص بيهم الماتش، دي طبعا واحده منهم. يعني يمكن دي الكوره من الكرات النادره اللي اتصرف فيها سافيو كويس، واحمد عبد القادر راح لها كويس قوي. احمد عبد القادر توقيته انه يطلع قدام المدافع ويحطها هايله طبعا، وراحت في اخر حته، وعمر رضوان يعني ما عرفش يتصرف معاها كويس، فجون جه في توقيت كويس قوي في الدقيقه 51، كان لسه 7-8 دقايق بس فاتوا من الشوط الاولاني، ودي طبعا كوره برضو عمر اتصرف فيها وحش قوي. دي ركله الجزاء طبعا، ركله الجزاء 100%، عمر اتصرف وحش جدا، وقعت الكوره منه بسهوله قوي، وبعد كده خبط في سافيو، هنا اكرم ما عملوش اي حاجه والكره وقعت من ايده، وبعدين دخل هو في سافيو ضربه جزاء سليمه يعني. صحيح. حتى الفار تردد فيها، لكن عادل عشان مقتنع وشايفها راح ومدي قرار 100% ان هي ضربه جزاء. فالحمد لله ان انت ما كنتش في احسن حالاتك، لكن قدرت تكسب اللقاء عشان تعتلي صداره الدوري. يعني الشوط الثاني نسبيا افضل شويه من الشوط الاولاني، ولكن زي ما علاء قال برضو كان في اخطاء كتيره، الجبهه الشمال تحديدا كريم طارق طبعا ضربه جزاء هو صمم عليها محمد عادل لانها سليمه، هو شايفها كان قريب منها وحطها عمرو السوليه حلوه قوي على شمال رضوان، لكن على شمال عماد السيد اللي نزل مكان رضوان. الشوط الثاني زي ما قلت لك يعني الاداء مش احسن كتير، ولكن افضل نسبيا من الشوط الاولاني، بقى في سيطره شويه، في كور خطيره بالذات لما نزل مجدي قفشه، وقفشه احنا قلنا ميزته زي ما علاء قال انه بينزل يستلم من لعيبه وسط الملعب اللي هم المدافعين زي ديانج والسوليه، فبيعمل لك زياده واستحواذ في نص الملعب، بيعمل استحواذ لانه بيسلم الكره من رجل لرجل وجاي بوشه، ابص زي دي كده لعبها، بص عنده رؤيه مزبوط. في واحده راح عاملها انفراد لشريف، شريف حطها مشيت جنب العارضه، هي دي بص دي بقى دي كمان برضو شريف مستعجل فيها، حركة في بند كمان حصل يعني هو في بند حصل في الارض كمان. أيوة. ماشي طبعا، هو طبعا شريف حاول النهارده، لكن دي مثلا مش شرط كل مره لمسه واحده، يعني مرة واحدة لو لمسه صغيره ووجه كان هيقدر يجيبها جون. صحيح. بس انا شايف ان شريف انا بحس انه بيلعب مضغوط شويه، لانه يلعب وبعدين يقعد احتياطي، وبعدين يلعب وبعدين يقعد احتياطي، وبعدين يعني احساسه انه ما فيش ثقه فيه 100%، فممكن مش بيلعب يعني باريحيه على طول. دي وجهه نظري الشخصيه، يمكن لو رجله استمر في الملعب ماتشين ثلاثه ورا بعض هيبقى افضل. النهارده هو ضيع اكتر من كره، لكن بيحاول بصفه عامه، يعني زي ما قلت الفرقه ما كانتش في احسن حالاتها، ولكن قدرنا بخبرتنا نكسب بهدفين سلام طبعا 100%، والتغييرات الى حد ما نشطت، قفشه مكان سافيو، طاهر مكان اشرف، ورجع كريم فؤاد باك شمال، وبيرسي تاو يمكن هو اللي ما لحقش يلعب مكان احمد عبد القادر، ما لحقش يلعب قوي يعني، او ما لحقش يعمل حاجه كبيره، لكن الحمد لله على النتيجه.